حسب صحيفة فوناك الجيري، فإن اللاعب آيت نوري رفض تمثيل المنتخب الفرنسي مرتان رغبة منه لتمثيل المنتخب الجزائري. ولكن حسب ذات المصدر فإن نادي وولفرهامبتون الإنجليزي يريد التخلي عن اللاعب مقابل 20 يورو، والظاهر أن نادي نيس الأقرب لضمه. كشفت جريدة ليكيب الفرنسية أن نادي أولمبيك مارسيليا مهتم بلاعبي أوناحي ومالينو فيسكي لاعب الوسط، وحسب هذه الجريدة فإن نادي مارسيليا يريد بيع جيرسون وأمين حارثة اللاعبان اللاعب المغربي في الميركاتو الشتوي وتعويضهما بأوناحي ومالينوفيسكي. حسب المعلومات التي يروج لها البعض بتغيير أمين غويلي جنسيته الرياضية إلى الجنسية الجزائرية، أكدت بعض المصادر أن أمين غويلي ما زال يمثل المنتخب الفرنسي الأقل من 23 عاما، وما زال في قائمة 24 لاعبا الذين سيمثلون الديكا في كأس الاتحاد الأوروبي الصيف المقبل. فأمين غويلي لا تزال أفكاره متشتتة بين تمثيل منتخب محارب الصحراء أو منتخب الديكا، عكس أيد نوري الذي أصر على تمثيل منتخب بلاده الأم ورفض اللعب لصالح فرنسا.